لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. يعني فريق شاب مثلنا من أول شيء أنت عندك مجموعة ممتازة وخيارات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا دكتور ليتم بيضي. ودي الثلاثية الذي سبق وأن تواجهنا خصوصا في روف دونستينك وأكمل وفي المقدمة إلدو قيمة عزيز جينييف الأهلي الإماراتي، يعني لاعبين مهمين. الإيطالي كرأس حربة الذي يورو تقريبا لهذا اللاعب شومرودوف، الذي طبعا هذه الأسماء التصاعدي مع منتخبنا الوطني. المواجهة طبعا خبي الإمارات وكذلك المنتخب العراقي أمدوريا الإيطالي وشتوتغارت وكذلك بارتيز العراقي. إذن مدرب بسيرة ذاتية جيدة، وهذا الخطير وهذا منتخبنا يبحث لا يجد الحلول، يجد صعوبة في إغلاق المناطق. هنالك أداء أوزبكي سريع عام، شفنا التحضير اللقطة الماضية كانت بالتالي حديث من الحكم، هذه ركنية تلعب وإبعاد من شومر رائع. هنالك في المملكة العربية السعودية وبهاء ينفذ بقوة إلى 12 دقيقة احتاج منتخبنا حتى يصل أوزبكستان بركل الكرة تدور الآن. هذا هو عمروف علي علوان، كرة عرضية ما فيها تسلل، الهجمة عند بهاء فيصل، هي يا بهاء هي يا بهاء هي يا بهاء، هذه عرضية علي علوان. منذ ذلك الوقت وهذه تمريرة في العمق، ولكن تركي الخضير 22 عام تنفذ الركنية داخل المنطقة وإبعاد على دفعتين وعلى محاورتين. هذه أول أور أو باختكور، هذه تسديدة باتجاه الأوزبك من جديد بسيطرة إلى الأمام، كرة وصل وعبد الله فخوري، هذا مرور، يا سلام يا تعمري، لم نشعر امتداد الهجومي، خطير هذا الهجوم عمروف لا وجود تسلل وفرصة مع اكتمال هذه الهجمة. شوف إهدار غريب من عمروف، الحمد لله منها هدف، حتى هذه اللقطة ممكن فيها كمان تسلل. وجد في مناطقنا بشكل واضح منتخبنا حتى الآن غير قادر. إلى عمروف، عمروف مباشرة في المساحة وفي المكان اللي أصبح فارغ المنتخب. لا لا لا، الهجوم الآن لمنتخبنا، مطالب بهاء بين لاعب من المدرسة ذاتي، هذه الكرة في ظهر المدافعين ولكن مقروءة. موسى التعملي، يلا يا موسى، هيا يا موسى، بالجول يا موسى، بالجول يا موسى لبهاء، جول 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 جول. هذه اللقطة مرة ثانية خلصها التعمري وكان بإمكانه التسديد ولكن فضل التمرير ويشرف كرة القدم الأردنية كما يفعل التعمري. هنالك في أوروبا يلعب بها المنتخب الأوزبكي بالتأكيد، شبول والخطيب طريقة للعب وتطبيق طرق جديدة خطيرة يا عبد الله نصيب. لا تلعب، ارتفعت أبو حشيش الآن في المساندة، محمد محاصر كي الآن المنتخب الأوزبكي تعرض ضمن التغطية والمساندة الدفاعية من البقية وروف على الجانب الآخر. التحضير علي يونوف الآن يدافع، التغطية موجودة من عبد الله نصيب، ما زالت عنوان صاحب الثلاثية الشوط الأول، عنوان المرتدات الأردنية ترهق وربما ممكن تسديده ولكن بدون مقابل لأوزبكستان، أفضلية تاريخية أوزبكية بسبع، عنا 13 هدف في مرمى أوزبكستان مقابل 21، وهذا عنوان ويخدمها عدنان حمد في الشوط الثاني. وهل يجري في حال قطعها تصبح خطيرة؟ هذا يزن، وين يزن؟ حافظ على كرته ولكن متحرك بوزروف يلعب كرة على الجانب الآخر، ولكن يزيد أبو ليلى المتواجد في الدوري العراقي يلعب كرة عرضية ولكن مرت بدون متابعة. نحافظ على هذا التقدم على الأقل في الشوط الأول. الصانع لزروف، كرة مقطوعة وعادت عند بهاء، فرصة جديدة لمنتخبنا، عودة أوزبكية أو موسى
بالنهاية سيطر آخر هجمات الشوط الأول والتسلل والراية الأول بين منتخبنا الوطني بالأحمر أعود الصوت والصورة من جديد. نرحب بكم. كاتانيتش قام بإجراء تبديلين مبكرين مع انطلاق أوزبكي من أهم المنتخبات الآسيوية، وهذا مرور خطير وتوغل سريع لإحسان حدا. كرة مقطوعة عادة أوزبكية، تغطية على مستعملي صانع الهدف الأول. إذن المباراة رخب يعود إلى الواجهة الآسيوية، هذه الكرة داخل المنطقة يعني يأخذ المكان المناسب بها، ينتظر تحرك بها موسى ممكن يمرر، مر الكرة جاءت المساندة من علوان عدنان حمد، ولكن قبل ذلك خلينا نشوف اللقطة ونشوف شو راح يصير في الأثناء. أوزبكية محاولة، خذوا لحظة تحضير، ولكن أبو حشيش بتغطية بهاء باتجاه البهاء الآخر، ولكن تغطية موجودة من تورسونوف. عزيز بيك لاعب رقم 9 لاعب مهاجم ثاني كي يتقدم أكثر من لاعبين، مر والخطأ أحدثها المدافع الأوزبكي. هذه الكرة الثابتة بهاء، والكرة والرأسي وجول عبد الله نصيب، توغل وتابع وبرا، هدف ثاني، هدف على الأصول. كرة تنفذ، تدخل داخل المنطقة بعد تبديل اللاعبين. هذه الركنية على القائم البعيد وعلى حمزة الدردور، أنس العوضات، جوار رجاء عايد، وكذلك والسعودية، وهدف منتخبنا جاء بمجهود. يتصدر ترتيب الهدافين مع وانجا لاعب السلط المحترف أنس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.